منذ الساعات الأولى التي أعلنت فيها منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءً عالمياً، اصطف أبناء الكويت في خط الدفاع الأول للذود عن وطننا الغالي والحيلول دون انتشار هذا الوباء، خصوصاً الأطباء الذين يحملون أرواحهم على أكفهم لمداواة المصاب وتوعية المواطنين والمقيمين. اليوم نلتقي في عسيف أحد فرسان خط المواجهة الدكتور صلاح علي العوضي من الصحة الوقائية للحديث عن دورهم الحيوي في هذه الأزمة. مستمرين معاكم مشاهدينا بفقراتنا في عسيب، مثل ما وعدناكم وشفنا في هذا التقرير راح يكون معنا الدكتور صلاح علي العوضي من الصحة الوقائية من وزارة الصحة عبر سكايبي. حياك الله دكتور، مساك الله بالخير. مساكم بالخير ويعطيكم الصحة والعافية، ومشكورين على الاستضافة القادمة. حياك الله دكتور ويعطيك العافية، مبين أنت على رأس عملك حاليا. في البداية دكتور نبي نتكلم عن دور الصحة الوقائية في ظل هذه الظروف وأزمة كورونا. طبعا هو دور الصحة الوقائية هو دور أساسي، لكن أنا بس راح أقول لك دكتور في أزمة كورونا أنا ودي بس نبدأ ما هو دور الصحة الوقائية قبل أزمة كورونا. نعم. هناك الصحة الوقائية نتابع المرض اعتقد اسرار، يمكن الدكتور صلاح صوته مو واضح وفي مشكله بالسكايب او طريقه الرساله، ممكن يمكن النت ضعيف ولا شيء. صحيح، الحين ما ادري، الحين ان شاء الله تتعدل هذه الامور التقنيه ونرجع اكيد مع الدكتور صلاح العوض. يمكن موضوع الصحه الوقائيه فعلا ظهر في هذه الفتره تحديدا وصار عليه سبوت لايت اكثر، كان موجود في السابق لكن الحين بشكل كبير، وبالاخص للناس اللي عندهم اشخاص محجور عليهم في المنازل وغيرها، عشان يروحون يكشفون على الاشخاص في حال انهم التزامهم في الحجر الصحي. يعني هذا انا على ما اعتقد من خلال، بس انت ما تلاحظين شغله اسرار، يمكن حتى يمكن معنا مشاهدين خلينا ندردش مع بعض. يعني موضوع اول بدايه الكورونا كانت تينا الحالات اكثر شيء الوافدين، يعني عددهم كان كبير. اليوم قاعد نشوف عدد حالات الكويتيين زادت بالضبط، ما ادري المخالطين وكذا، لكن يمكن رجع الدكتور ويانا دكتور صلاح. اي نعم معنا. يعطيك العافيه، احنا ترى شوي بساع الكل كان مو واضح الصوت وحتى صورتك كانت مو واضحه، اعتقد الحين يمكن الصوت اوضح. تفضل كمل على السؤال اللي سالتك يا زميلتي اسرار. من قبل لا تبلش، اول ما تبلغنا احنا كصحه وقائيه ان في مرض جديد طلع في الصين، احنا من البدايه سوينا مثل حملات توعويه، وزعنا التعريب على الاطباء العلاجيين، بحثنا على الحالات المشتبه فيهم اللي ينطبق عليهم التعريف، قضيناهم سوينا لهم مسحات الحالات هذه. بعدها جت عندنا رحلات الاجلاء الكهربائي من الخارج، اي من ايران، وتابعناهم في بيوتهم، شفنا الحالات مثلا اذا في حاله منهم حاله ايجابيه كنا ناخذه باسعاف نوديه حق المستشفى او المحجر. نعم. كذلك عندك بعد الحالات مثلا كنا نروح نزور الحالات المخالطين في بيوتهم، نروح حق نطلع حق الحالات المشتبه فيها نسوي لهم مسحات ونعطيهم نرجعهم حق مثلا البكال الجهه المختصه فيهم كمحجر ولا كمستشفى. زين دكتور صلاح، احنا يمكن انا وزميلتي سرار كنا قاعد ندردج على الموضوع قبل شوي، في بدايه حال ازمه الكورونا كان عدد الوافدين او عدد المقيمين في الكويت هم اعدادهم كانت متزايده وكان شكلها واضح، يمكن الان قاعد نشوف عدد الكويتيين صار اكثر يعني تعرض لمرض الكورونا، بعرف شنو الاسباب يعني بالضبط. في طبيعه مثلا بعض الكويتيين يكونون مثلا
أكثر من عائلة ساكنين في بيت واحد يعني، ومثلا الصالة واحدة، الديوانية واحدة، فممكن يختلطونهم مع بعض أكثر من عائلة. كذلك في بعض الحالات غير ملتزمين بقوانين مجلس الوزراء بالتباعد الاجتماعي، وكانوا مثلا يسوون تجمعات، كانوا يسوون مثلا دواوين او حفلات معينه، هذيل احنا يعني في بعض الحالات رصدناهم وكتبنا فيهم تقارير وراح يكون فيهم اجراءات قانونيه ضد. نعم. طيب دكتور، يمكن في موضوع طرى في الفتره الاخيره لاشخاص مثلا في عندهم اعراض كورونا، لكن يقولون لهم خلكم في البيت لا تطلعون، حجروا على نفسكم مثلا اسبوعين 20 يوم، اذا زادت عندكم الاعراض وصرتوا وخلاص مو قادرين تتحملون، شفايفكم صارت زرق مو قادرين تتحملون، ساعتها دقوا علينا على الاسعاف نقدر نحن ناخذكم. فهل هذا الموضوع صحيح؟ ايش كثر ممكن ياثر هذا الموضوع على شغلكم؟ هو في بعض الحالات لا تستدعي ان تروح المستشفى، لكن تستدعي فقط العزل المنزلي فقط. نعم. ما تستدعي انه يروح المستشفى او انه تحطه على جهاز اكسجين او تحطه في عنايه مركزه، لا، هو ممكن انه مصاب في الكورونا لكن انه اعراض بسيطه جدا او حتى بدون اعراض. نعم. فهذا الحل انك تعزله في البيت لغايه ما ان شاء الله يعدي يعني فتره المرض هذه ويشفى، بس يعني ما مو محتاج انه يروح في المستشفى يعني. زين دكتور صلاح، على موضوع العزل المنزلي، يعني قاعد تشوف الناس اللي عليهم عزل منزلي مطبقين العزل هذا يعني، وشون تابعون حالتهم الصحية مثلا إذا هو ملتزم ما قد يطلع كسر الحظر أو العزل المنزلي ولا ما كسره؟ نبي نعرف هذه المعلومات، انتو شون تتواصلون مع الناس وتتأكدون من مصداقيتها؟ احنا كصحة وقائية كنا نشتغل، طبعا في برامج مساندة مثل برنامج شلون وكذي، بس احنا كصحة وقائية نطلع على الحالات اللي عندنا. نعم. نروح نشيك عليهم موجود في البيت ولا لا، نطلع له زيارات مفاجئه بدون لا مفاجئه. حلو. التليفون تروح تمر البيت تشوفه هل هو فعلا موجود ولا لا، لما تمر البيت تشوفه هو موجود تقيس درجه حرارته، تساله هل عنده اعراض ولا لا، وتسجل. طبعا يطلع طبيب ومفتش صحي يسجل. نعم. في الاستماره انه تم الزياره في اليوم الفلاني. صح. مثلا ما عنده اعراض يسجل حرارته ويطلع. في حال انه كان مثلا يستدعي انه تحويل المستشفى نقوم احنا نحوله حق المستشفى. حلو. طيب دكتور، في حال انه تفضل، في حال انه مثلا كان هو غير ملتزم. أي. يعني راح الفريق الوقائي راح للبيت وشاف انه هو غير ملتزم، لا كذي احنا راح نكتب فيه تقرير وراح يكون فيه اجراءات قانونيه وممكن الشرطه تاخذه توديه حق الحجر الالزامي المؤسسي. طيب دكتور، يمكن في فتره من الفترات احنا تقريبا من قبل 3 أسابيع او اسبوعين واكثر، الحالات يمكن قد تكون وصلت فوق 1000، حاليا قاعد نشوف 500 600، هل هذا معناته ان الفيروس بدا تضعف قوته ولا لا ما زلنا في هذا ما زال في قوته؟ هذه المعلومه قد تكون غير صحيحه. علشان تثبت ان الفيروس قلت قوته يبي له دراسات، لكن اخر تقرير من CDC اللي هو مركز مكافحة الأوبئة كان الأسبوع اللي فات صرح أن الفيروس لا ما قل قوته، يعني هو الفيروس بنفس قوته، لكن في عندنا تطبيق الإجراءات الوقائية كالعزل وارتداء الماسك والتعقيم المستمر هذا. نعم. والحظر الكلي ياب نتيجة حق تقليل عدد الحالات. جميل. زين دكتور صلاح، مع بداية يعني ظهور يعني وباء كورونا قاعد نشوف سيارات إسعاف شكلها غريب، ما أدري تجهيزها غريب شكلها غريب، ما أدري يمكن ودنا تنورنا أكثر، هل تختلف هذه سيارة إسعاف عن سيارة إسعاف العادية ما المستشفيات اللي قبل؟ هو صحيح أن في بعض سيارات الإسعاف فيها أجهزة حساسة جدا لا يمكن تعقيمها، هي كل حالة تنقل فيها مثل كورونا محتاج أنك تعقم الإسعاف بعد ما تنقل الشخص المصاب مثلا في الكورونا او المشتبه فيه يعني. إيه؟ ففي بعض انواع الاسعاف فيها اجهزه يعني ما ينفع انك تعقمها مثلا ترش عليها او شيء كذي، فهذه لا، فهم خصصوا سيارات معينه حق نقل الحالات المشتبه فيها والمؤكده حق الكورونا.
طيب دكتور، يمكن البعض قد يكون مختلط على الموضوع، عبالهم أن يعني منظمة الصحة الوقائية أظهرت حاليا مع وضع كورونا، ما يدرون أن أنتم عندكم دور آخر خاص لبعض الأمراض والأوبئة ومتابعتها، وشلون أنتم يعني يتم تلقيح نوع لقاح معين لتفادي هذه الأوبئة، شنو دوركم الآخر غير كورونا؟ صحيح، احنا كصحة وقائية الكورونا ضاف علينا يعني بالإضافة على الورك لود اللي عندنا. صحيح. يعني احنا ما زلنا نشوف حالات مثلا عقر حيوان محتاجين تطعيم وقاعد نعطيهم في المراكز، كذلك عندنا مثل حالات الشلل الرفو المعدي، كذلك عندنا حالات السحايا والمكافأة، هذا احنا كله قاعد نعالجهم بالإضافة إلى الكورونا. كذلك عندنا احنا تطعيمات الأطفال ما زالت مستمرة وما وقفنا فيها خلال الأزمة اللي مرينا. دكتور صلاح، يمكن احنا خذينا منك معلومات كافيه، لكن بالنهايه انا بسمع منك نصيحه حق الناس اللي قاعد يتابعونا الحين خلال شاشه اي تي في، تنصحهم يعني تتكلم عن موضوع انه شلون يكون مثلا اللي عنده مثلا في كورونا يكون ملتزم في البيت بالحظر وهالامور، حتى الحظر اللي حطته وزاره الداخليه، اتمنى منك رساله حق الناس. هو اهم شيء ان الشخص يلتزم بالتعليمات اللي يعطونا اياها الصحه الوقائيه. مثال قالوا لك اعزل نفسك في البيت 14 يوم، كذلك تعزل نفسك عن المحاطين معك في البيت، لان احنا عندنا اكثر من حاله طلعت عندنا، هو كان شخص معزول في البيت لكن للاسف داخل البيت ما اتبع الاجراءات وعدى بعض الاشخاص من نفس البيت. فالنصيحه دائما اتبع اجراء او نصائح وتعليمات الصحه الوقائيه، كذلك في امور اساسيه لازم تتبعهم سواء انت حالة مشتبه فيها ولا أنت شخص سليم مصاب. تلتزم بالماسك، تلتزم بالتعقيم المستمر، وتلتزم بالتباعد الجسدي بينك وبين الأشخاص اللي حولك. صحيح، كل الشكر لك دكتور صلاح العوضي، وقواكم الله ويعطيكم العافية. وصراحة وزارة الصحة عندها مجهود جدا كبير وجبار في خلال أزمة كورونا. تختلع عين أسرار، يعني مثلا واحد على حجر منزلي ما يخالط أهلي قاعد بغرفة بروحه؟ في منهم بصراحة عندهم التزام، ومو بس كذي، حتى أهاليهم نفسهم يحرصون عليهم، لأن تلقى الكبير بالعمر هم بيخاف على نفسه. صح. فتلقى يحرص على عياله أنه هو والله يكون ملتزم، أكيد بتلقى نسبة كبيرة منهم ما عندهم هذا الوعي وهذا الدراك الكبير. لكن بالنهاية نتمنى الكل يكون ملتزم في هذه القرارات. يا رب يا رب الكل يلتزم ويسمع الكلام، بالعكس يعني هذا يبعد عنا هذا المرض، الله يكافينا الشر منه. مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل نرجع ناخذ الضيف الثاني، خلكم معنا.